والله يا ابو جود، الواحد فخور بكل ما تعنيه الكلمه. احنا اليوم موجودين على ارض الواقع في مدينه جده، يعني منذ ايام المدينه تحولت بالكامل لترحيب واستقبال جميع الضيوف من جميع انحاء العالم، من في كل الميادين ابو جود، في المولات، في الشوارع، يعني الباصات التردديه اللي تنقل الجماهير، يعني اجواء مونديالية بكل ما تعنيه الكلمه. يعني في جدة اليوم، وما زاد الحدث هذا وروعة التنظيم وحفل الافتتاح العالمي اللي بكل ما تعنيه الكلمة، من شاهد وسائل الإعلام في مواقع التواصل والإشادة بالكرنفال العالمي وحفل الاستقبال، يعني حفل الافتتاح التاريخي لمونديال أندية، ما زادوا بكل أمانة. يعني حتى الأجواء اليوم، جدة تستقبل العالم بالأمطار اليوم، جميع يعني ما يتمناه مشاهد ومتابع كرة القدم كان موجود في الملعب، ليس فقط في الملعب أبو جود، أنت تتكلم عن مدينة كاملة تحولت لهذا الكرنفال. في كل أحياء جدة وفي كل الشوارع الرئيسية في منطقة البلد، في الأماكن الرئيسية في جدة، شاشات عملاقة للجماهير للحضور ومتابعة هذا الحدث العالمي. هذا بكل تأكيد بوجود وراء رجال على رأسهم سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والقائمين في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ليظهر الرياضة السعودية للعالم. اليوم احنا ما شاهدناه بوجود، إن شاء الله يعني القائمين على مونديال الأندية وعدوا أنه تكون مونديال جدة نسخة استثنائية في جميع مونديالات الأندية السابقة، وبإذن الله تعالى ما هذا اللي احنا شاهدناه اليوم إلا باكورة للاستضافات القادمة. وما زاد جمال الافتتاح بكل تأكيد هو الحضور الباهي والحضور الطاغي للاعبي الاتحاد ونجوم نادي الاتحاد، وخلفهم هذا الجمهور العظيم اللي آمن بفريق ورغم الظروف اللي مر فيها الفريق الاتحادي هذا الموسم والصعاب اللي مر فيها الاتحاد منذ بداية الموسم، لكن ثقتهم في فريقهم ما يتخلوا على الاتحاد في الضراء، يعني قبل السراء دائما جمهور الاتحاد خلف الفريق في جميع الظروف اللي مر فيها، وبإذن الله تعالى اليوم هي الانطلاقة للذهاب بعيدا بإذن الله تعالى في مونديال الأندية.